تفضل يا استاذ. مايك نمبر 1 بتاعك حبيبي. انا هشام السيوفي رئيس قسم الفن في اخبار اليوم. عايز اسالك دلوقتي دكتور مدحت العدل قال ان محمد رمضان نمبر 1 عشان هو شبه الناس كلها، تمام؟ انا عايز اعرف من وجهه نظرك انت نمبر 1 ليه؟ تمام؟ في مشوارك اتحديت ناس كتير وكسبت التحدي ونافست ناس كتير وكسبت المنافسه. عايز اعرف منك انت اكتفيت بالنجاح اللي انت نجحته ده كله ولا لا؟ وعايز اعرف رايك في منافسه موسم صيف 2023 وسط الافلام اللي انت نازل كلها يعني فيها قصتهم. رايك ايه في المنافسه وهل متوقع ايه للفيلم؟ رجع 20 سؤال. بالظبط. انا بحبه والله. انا والله بحبه. هنبدا ليه محمد رمضان نمبر 1 من وجهه نظرك؟ والله يعني دي إجابة فاهم يعني صعب أنا اللي أجاوب عليها، فاهم؟ لأن نمبر 1 لما قلتها في أغنية كانت يعني في فترة صعبة في مشوار يعني، فاهم؟ بس الفترة كانت صعبة جدا وما كانش فيه شوية اعتراف ببعض الحقائق. يعني كان مسلسل أسطورة محقق نجاح قوي جدا في الشارع، ومع ذلك بيقولوا انه مش الاعلى نسبة مشاهدة. انت يعني انت الساعة 2 الظهر وبيقول لك انت 12 بالليل، فكان لازم فاهم الشارع كله بيحاول يقنعك ان انت لا انت 12 بالليل وانت 2 الظهر، فكان لازم تقول لا احنا الظهر، انت كان لازم تقول انا في الساحة وفاهم انا كل ده كان التارجت. يعني هي كان كبت فني ممكن فانت قلت حقيقه، قلت انا ما فيش قهوه بتشغل مسلسل غير بتاع، فاستفزوني ورديت لان كنت يعني برضه شاب صغير. النهارده مهما بيحصل ما فاهم مستحيل هندفع، لان النهارده انا 34 سنه وبنكبر يعني برضه وبنتعلم حاجات كتير. ف نمبر 1 طبعا دي دلائل كتير، في دليل مادي وفي دليل معنوي وفي دليل مرئي وفي دليل مسموع وفي دليل يعني دليل مسموع ان انت في الشارع بتسمع اكتر نجم مذكور في الشارع هو ده، تدخل تحلق تلاقي الناس بتتكلم عن الشخص ده، تقعد في كافيه تلاقي ترابيزه الاوروبا بتتكلموا عن الشخص ده، تتكلم فده دليل مسموع ان الراجل ده هو اكتر واحد الناس بتتكلم عنه او عن اعماله. الدليل المادي ان هو اعلى اجر في الوطن العربي، في ممثل مفيش ممثل بياخد فده دليل مادي. الدليل المرئي ان حاجات بقى في الشارع زي النهارده اقول لك ليه عبد الحليم حافظ هو المغني رقم واحد حتى هذه اللحظه، لان انا عمري ما شفت قهوه باسم فنان جه بعده حتى الان. في وسط الوقت تلاقي قهوه العمدانيب، لو جه في قهوه بعد كده طلع اسمها قهوه مثلا اي لقب انت تعرفه تقول يبقى في فعلا في حد تخطى عبد الحليم، ولكن كوكب الشرق لم يتخطاها ولا نجم عربيه حتى هذه اللحظه اللي انا وانت قاعدين فيها في 2023. مفيش قهوه اسمها مثلا فلانه في كوكب الشرق في شبرا وكوكب الشرق في اسكندريه وفي بورسعيد، فده اسمه دليل مرئي. الدليل المعنوي ان انت بتطلع من المشروع فاكر اسماء الشخصيات، ده اسمه دليل معنوي بالنسبه لي، ان انت فاكر اسم مهجة في مش عارف في ذئاب الجبل، فاكر اسم فلان، فاكر اسم مسكر في ابن حلال، نعيم في العمده، فاكر فاهم فاكر اسماء الشخصيات بس. طيب والمنافسه هو سال يا دكتور مدحت 12 سؤال عشان لسه في ناس ثانيه عايزين ننوع على بالظبط. طبعا انا ثانيه واحده بس انا جنبي اسلام ابراهيم وجنبي شوفنا مراد يعني وماندو العدل، فيعني لازم انا عايز اخطف اصلا ماندو. عايزين نسمع ماندو. بنقول الف مبروك للعدل جروب وللنجم محمد رمضان، شراكه مهمه. عايزين نقول لكم ان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا ويقلب الدنيا جامد جدا. رمضان عايز اعرف كان اكتر حاجه شجعتك في الشغل مع العدل وهل تم توفير كل الامكانيات نقدر نقول احنا شايفين الفيلم على مستوى عالي جدا طبعا،
طبعا العدل سالفه طبعا بنقول لكم ليه اخترت محمد رمضان تحديدا. هل فكره ان رمضان طول الوقت ترند وموجود على الساحه فانت قلت نضمن شويه فكره المكسب فقلنا انا بمحمد رمضان اضمن، ولا الاختيار كان على اساس ايه تحديدا؟ السؤال لمين؟ السؤال لرمضان ولا بالظبط كده؟ وجه على طول السؤال. طبعا اهم ما يميز شركه العدل جروب ان هي يعني عاشقين للفن وشركة ليها تاريخ عظيم. مش أنا اللي بقول ده، يعني خطواتنا بترسم ملامحنا، فدي شركة خطواتها بتقول إن هم ساهموا في صنع جيل كامل في السينما، ساهموا في صنع جيل كامل في الدراما، من مخرجين لمؤلفين لممثلين لصناع. فأهم ما يميز العدل جروب إن هي شركة عاشقة للفن، فبتهيئ للنجم مناخ فني جيد، يعني لأن الإنتاج بس خلي بالك مش فلوس، يعني الإنتاج مش بس فلوس البطل عايزها والمنتج بيدفعها وخلاص، لا، المنتج ده لازم يكون فنان بيقدر الفن وبيعرف يهيئ أو يعيش الفنانين من مخرج لمدير لفريق عمل كامل يهيئه ويعيشه في مناخ فني سليم. مناخ الفني السليم ده هيثمر عنه مشروع جيد جدا جدا. فده أهم ما يميز العدل جروب وعيلتي. أيوه ما يميزه أن هو أصلا أولا من هو من اكتشافاتنا من زمان جدا ما شاء الله. وعايز أشرح لكم حاجة وأحكي لكم حاجة بسيطة كده. شركة بوكس سينما دي من أهم الشركات الموجودة في الوطن العربي وفي العالم كله. ولما بتكلم كتير في صوت مش في مصر، في مصر بس. ولما عرضوا عليا يشيروا الفيلم أصلا مش شراكة، أنا اللي قلت شراكة رغم أنا كنت تقريبا خلصته، نظرا لأن هم ممكن يعملوا إضافة مهمة جدا في السوق المصري، وعاملين إضافة في الخليج كويسة جدا، وده أول إنتاج يعتبر ليهم مع حد في مصر. وانا متصور ده هيتكرر كتير مع منتجين كتير، لان هم هيمثلوا اضافه للسوق السينمائي المصري، وده اللي يمين لان انا بحب الشغله دي زي ما رمضان بيقول. اما ان رمضان نجم السينما طول عمرها قايمه على وجود النجم غير الدراما. احنا ممكن نعمل مسلسل اي حد، انما اللي بينزلك من بيتك تروح شباك التذاكر عشان تقطع تذكره مبدئيا النجم، وممكن تبقى فيه مؤلف نجم ومخرج نجم وشركه نجم، بس النجم الاصلي او النجمه الاصليه هو اللي بيجيبك. اما الفيلم بيعجبك بقى بيكمل، ما بيعجبكش ده موضوع تاني. سؤال تاني معلش، ثانيه واحده بس عشان لا في زملاء كتيرين. دكتور مدحت بس جمانة مراد لسه شرفتنا كمان النجمه الجميله وصديقتي العزيزه جمانة مراد. انا بس قبلكم هسال سؤال بس الدكتور مدحت. دكتور يعني انت عامل على الزيرو عشان مجموعه الاغاني الحلوه ترجعنا الاغاني بتاعه زمان. والله تمام فكرنا بالشغل الحلو بتاعك. والله تمام انا عارف ان مش مجامله بس فعليا فكره الافلام اللي جزء من بناها معتمد على الاغاني. انت يعني كنت متشوق انك ترجع تعمل ده تاني بعد الشغل دي؟ انا بحب الاغاني اكتر، بحب اكتب اغاني وبحب اعمل كل حاجه. انا بس عايز اقول يا جماعه، ممكن اسالكم سؤال من الصحفيين كبار قوي، ليه محمد رمضان نمبر 1؟ ليه هو نجم كبير قوي؟ انا اجاوبك انا، وده سبب اساسي ان احنا عملنا الفيلم بالشكل ده. ان محمد رمضان شبه كل الناس اللي في العالم العربي، هو بيمثل روح هذا الوطن. انتوا كلكم عشان تيجوا هنا هذا المؤتمر الصحفي وتحضروا الفيلم وترجعوا عملتوا شقاء يومي عشان توصلوا لنا هنا، وهتروحوا بنفس الطريقه. انتوا كلكم ابطال بتمارسوا الحياه اليوميه ببطوله عشان مجرد ان انتوا تعيشوا عيشه كريمه، صح؟ صحيح. طيب صحيح. البطل بتاعنا بقى هو هذا الرجل الذي يعيش حياه يبدو تحاول تبقى كريمه، فلما بيصادفوا شيء عائق زي ما بيقابلنا كلنا في الحياه بيحاول يعمل مليون ألف حاجة عشان ينقذ ابنه. فهو محمد أو حمزة هو شخصية حقيقية موجودة في كل العالم العربي، شخصية موجودة بتحاول تعيش وتتكيف، وبعض الأحيان قد يدخل أحدهم السجن زي الغارمات عشان تجوز بنتها.
إذن شخصية محمد رمضان أو حمزة هي شخصية كلنا حبيناها. لما جينا نقدم محمد رمضان أستاذ جمال أستاذ ممدو أنا كمؤلف والأستاذ محمد رمضان معانا إحنا قلنا محمد رمضان هو روح هذا الشعب وشبه كل الناس ويجب أن يقدم بهذا الشكل. أنا بس حبيت أوضح لكم لأن حضرتك قلت لنا ليه محمد رمضان، قلنا لأنه سوبر ستار، ثانياً لأنه شبه الناس اللي إحنا نفسنا نقدمها بجد مش مجرد فيلم حقيقي. أشكركم جميعا. يعني صعب حاجة في التعامل مع رمضان. وآخر سؤال عايزه ماندو بس خرج شوي. طيب آخر سؤال لرمضان وبعد كده ماندو يجي من يسأل تاني رمضان. بس موضوع انك اخترت تعمل الدعاية على موضوع ترافيس سكوت النهاردة، عايز تكلمني عنه شوية بس. على البوستر اللي عملته على الانستغرام. طيب ماشي بس من الاول اول شيء وضح لك شويه عن شركتنا. سو نحن ماجد الفطيم للترفيه، تحت ماجد الفطيم للترفيه في عندنا باكس سينما، السينما اللي قاعدين فيها هلا، سينمايات تانية بالعالم العربي. نحن ثانك يو، نحن من اكبر شركات السينما بالعالم العربي. بس عن هلا بلشنا بشيء اسمه بوك ستوديوز، وهدفنا ببوك ستوديوز هو انتاج الافلام السينمائيه عشان نشجع العالم لصناعه السينما وتروح على السينما. سو بالوقت الحالي هو كل اهتمامنا هو انتاج الافلام العربيه المصريه والسعوديه. بالمستقبل نحن الاستوديو عم يكبر، بالمستقبل اكيد رح نكبر من افلام او رح نكبر من افلام لمسلسلات لبرامج، بس هلا بالوقت الحالي تركيزنا هو بس على الافلام السينمائية. هل في احتماليه يكون في منصه؟ هذا الشيء كثير بعيد، هلا نحن توجهنا وتركيزنا هو على دعم القطاع السينمائي، ولندعم القطاع السينمائي هو لازم ننتج افلام اكثر وافلام تجذب العالم تجاه السينما. الخطه في مصر كام فيلم في السنه؟ المنطق نفسه وهي عندهم سينمات عايزين لا يبقى افلام زي يعمل منصه صحيح، لكن هم عايزين يشغلوا السينمات مصر. ممكن يكون يشتغل على كل حاجه بدي تابع الشيء اللي قاله محمد رمضان. نحن